ازيكم يا سنة خمسة، عاملين ايه؟ اهلا بكم في الوحدة الخامسة وهو الإحصاء. في البداية هنتكلم عن تجميع البيانات. انا عندي مجموعة من البيانات وحابة ان انا اجمعهم. لو انا مثلا واقف في مكتبة وعايزة اسجل المبيعات اللي موجودة فيها، لو عندي بعت في اليوم ده 17 قلم و9 مساطر و13 كشكول وحبيت ان انا اجمعهم في ايه؟ افضل طريقة للتجميع ايه هي؟ برافو، جدول. يبقى انا هسجل في جدول بسيط وصغير واكتب النوع، اقلام، كشاكيل، مساطر، والعلامات. كل ما بيع قلم هعمل علامة، كل ما بيع قلم اعمل علامة، وبعد كده التكرارات. في الاخر خالص في نهاية اليوم هشوف يا ترى بعت قد ايه او ايه اللي اتكرر. الاقلام بعت مثلا قلم في التاني، في التالت، في الرابع، ثم الخامس. الخامس بعمل العلامة بتاعته بتقفل على الأربعة كده، علشان المجموعة دي بتبقى اسمها حزمة. يبقى أنا الأقلام عملت معايا 3 حزم وعلامتين وهكذا، والكشاكيل والمساطر. يبقى أنا بعت في اليوم ده 17 قلم، 13 كشكول، 9 مساطر. طيب، وجالي صاحب المكتبة بيسألني يا ترى ايه اكثر المبيعات النهاردة؟ ما هو النوع الاكثر مبيعا في المكتبة؟ برافو، بمجرد النظر في الجدول هعرف على طول الاقلام. طيب، والنوع الاقل مبيعا؟ افتكروا معايا. برافو، المساطر. ثانيا، تنظيم وعرض البيانات. انا عندي مجموعة من البيانات كتيرة وحابة ان انا انظمها واعرضها علشان تكون برضو سهلة وبسيطة عليا، في حيث ان انا لو عندي اي اسئلة اقدر اجاوب عليها. لو عندي مثال، نظم فصل 5 اول زيارة لمستشفى 57 357، وكان عددهم 40 طالب. يبقى انا عندي فصل 5 اول 40 طالب راحوا زيارة مع بعض للمستشفى 57 357، تبرع كل منهم بمبلغ معين، وكانت التبرعات كالآتي: 37، 41، 42، وهكذا. تمام، انا حبيت ان انا انظمهم واعرضهم بطريقه بحيث ان انا لو عايزه اعرف كام طالب يا ترى اتبرع ب 37، يا ترى كام طالب اتبرع بال 40. تعالوا كده نشوف مع بعض. المعلم في البدايه قام بتقسيمهم الى مجموعات وطلب من كل مجموعه التفكير في طريقه لعرض وتنظيم هذه البيانات. كانت افضل مجموعه هي ان هي عملت جدول وكتبت ما تم دفعه والعلامات والتكرار. شافوا اقل قيمه دفعوها كانت كام؟ 35، واكبر قيمه كانوا دافعينها كانت كام؟ 46. وقعدوا يرجعوا كل شويه للعلامات، للارقام والتبرعات، يا ترى كام واحد اتبرع بال 35؟ لقوا انه طالب واحد فقط. طب وال 36؟ طالبين. 37؟ طالبين. 38؟ 4 طلاب، وهكذا الى ان وصلوا الى 46، وكانوا اللي اتبرعوا ب 46 جنيه كانوا طالبين فقط. بعد كده لقوا ان الطريقة دي كويسة. في مجموعة تانية قالت ايه؟ احنا ممكن نساعد المجموعة دي ونعملها في عرض ليها، وهي الرسم البياني. مجموعة نظمتها في جدول، مجموعة تانية عرضتها في رسم بياني، وشافوا قيمة التبرعات وعدد التلاميذ وراحوا ايه؟ حاطينها في رسمة بيانية. رسمة بيانية عن طريق الأعمدة. طريقة الأعمدة دي احنا اخدناها قبل كده. يا ترى كام واحد اتبرع ب 35؟ واحد. رسموا عمود لحد رقم 1. 36، 2. 37، 2. وهكذا 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 الى ان خلصوا الجدول كله. لاحظنا ان احنا عندنا من 35 ل 46 كام خانة؟ تمام، 11 خانة. نرجع بعد كده نلاحظ بقى مما سبق. ماذا تلاحظ؟ أقل مبلغ تم دفعه هو، برافو، 35 جنيه. طيب، وأكبر مبلغ تم دفعه كان، أحسنتم، 46 جنيها. ثالثا، قراءة الجداول والرسوم البيانية. أنا دلوقتي عرفت يبقى عندي بيانات وحطها في جدول، والجدول ده أمثله بيانيا. طب افرض أنا جالي جدول وحبيت ان انا اقرأه
وان انا امثله بيانيا. هعمل فيه ايه؟ تعالوا كده مع بعض نشوف. مثال: التمثيل البياني بالاعمدة المتعددة في الشكل التالي يوضح درجات كل من احمد وهاني ونوران. انا عندي رسمة بيانية حابة ان انا اقرأها او افهمها، بحيث ان لو جالي اي سؤال اقدر ان انا اجاوب عليه من خلال هذه الرسمة. احمد وهاني ونوران اختبروا امتحان في 4 اشهر متتالية، تمام، وكانت درجاتهم كالتالي: احمد في اول شهر 5، وكان هاني درجته 6، ونوران 5. ده في أول شهر. الشهر الثاني هو شهر أكتوبر، أحمد 5، هاني 6، نوران 4. نوفمبر، أحمد 8، هاني 6، نوران 4. شهر ديسمبر، أحمد 8.2، هاني 8، نوران 6. يا ترى مين اللي درجاته بتزيد معايا؟ برافو أحمد، تمام. طيب مين اللي درجاتهم ثابتة في شهر معين؟ تساوت درجات كل من نقط ونقط في شهر نقط. أحسنتم، أحمد وهاني في شهر سبتمبر. التلميذ الأكثر تقدما في مستواه الدراسي هو، لسه قايلينها، برافو أحمد. رابعا: تمثيل البيانات بالمدرج التكراري والمضلع التكراري. ثواني بس، ايه الفرق ما بين المضلع التكراري والمدرج التكراري؟ مدرج جاي من اسمها، اعمدة مدرجة متتالية، تقدر تعملي زي المدرج السلم وهكذا. مضلع تكراري جاي من اسمه، شكل مضلع، هينتج لي مضلع عبارة عن قطع مستقيمة او منحنى. تعالوا كده نشوفه مع بعض. الجدول التالي يبين توزيع درجات 40 طالب في اختبار الرياضيات، عبارة عن مجموعات ونشوف تكراراتها. بيقول لك 5 شرطة. شرطة دي معناها اللي جايب بداية من 5 إلى أقل من الرقم اللي بعد الرقم اللي بعده كام؟ 15. يبقى من 5 ل 15، بس 15 مش معايا، يبقى من 5 ل 14. 5 شرطة معناها من 5 رايح ممتد الحياة الرقم اللي قبل اللي بعده اللي هو الـ14. كام واحد جاب لي من 5 لـ14؟ 5 طلاب. طب من 15 لـ25؟ 10 طلاب. طب من 25 لـ35، أقل من 35 يعني، 12 طلاب. طب من 35 لـ45، 10 طلاب. من 45 إلى 55، 3 طلاب. لو جينا جمعنا التكرارات تحت هنلاحظ ان هم 40. ليه؟ لان هم اصلا 40 طالب، تمام. لو ما طلعوش مجموعهم بعدد الطلاب اللي فوق، يبقى اذا في حاجه غلط او انتوا ناسيين طالب. طيب الجدول ده انا حابه ان انا امثله مره بالمدرج التكراري ومره بالمضلع التكراري. تعالوا كده نشوف التمثيل البياني. اولا المدرج التكراري، انا هرسم الاحداثيات بتاعتي عبارة عن السينات اللي فيها المجموعات والصادات فيها التكرار، وبكتب ارقامي عادي 5 15 25 35 45 الى 55، واتنين اربعة ستة تمانية عشرة 12 14 وهكذا. من 5 ل 15 كانوا كام؟ نرجع كده خطوة، كانوا 5 طلاب. من 5 ل 15 كانوا 5 طلاب. يبقى اذا من 5 ل 15 5 طلاب، ومن 15 ل 25 كانوا كام طالب؟ 10 طلاب، 12 طالب، 10 طلاب، 3 طلاب، وهكذا. فبالتالي عن طريق الرسم ده وصلنا للمدرج التكراري الآتي. طيب تعالوا نشوف المضلع التكراري. المضلع التكراري هو انك بتقف عند منتصف العمود، مع العلم ان الاعمدة لازقة في بعضها بجانب بجوار بعضها البعض، مش زي الاعمدة اللي كانت في البداية، تمام. بنقف عند منتصف العمود ونعمل نقطة، منتصف كل عمود ونعمل نقطة. بعد ما بنعمل النقط دي بنوصلها ببعضها. بعد ما بنوصلها ببعضها كده احنا رسمنا المضلع التكراري.
تمام. منتصف العمود ده اللي هو اسمه المتوسط، متوسط كل مجموعة. تمام. مثال آخر، من الجدول الآتي ارسم المضلع التكراري من 15 لـ25 17 طالب، من 25 لـ35 20، من 35 لـ45 28، من 45 لـ55 13، من 55 لـ65 22، مجموعهم كام؟ 100. أنا حبيت أرسمه، هو وفر على نفسه هنا، ما رسمش مدرج، هو طلب يرسم مضلع تكراري. برضو عمل المجموعات وبعد كده عمل التكرارات. من 15 لـ25 يعتبر ان هو في عمود مرسوم في الرسم البياني، ووقف عند المنتصف وعمل كام؟ عند 17، تقريبا 16. هو بس المفروض يطلع ايه؟ خط واحد، او هو طلع خط واحد بس الخط تخين. من 25 لـ35 20، تمام. من 35 لـ45 28، من 45 لـ55 13، من 55 لـ65 كانت 22، وبعد كده وصلهم ببعض، احنا كده عملنا المضلع التكراري. خامسا، تمثيل البيانات بالقطاعات الدائرية. تمثيل البيانات بالقطاعات الدائرية، يبقى احنا عرفنا ازاي نمثلها بالمدرج التكراري وبل مضلع التكراري، دلوقتي هنمثلها بالقطاعات الدائرية. في البداية انتوا شايفين ايه قدامكم؟ احسنتم، دائرة. وايه اللي مرسوم بالازرق ده؟ برافو عليكم، انصاف اقطار. ميم الف نصف قطر، ميم باء نصف قطر، ميم جيم نصف قطر، كل منها متساوي. طيب ايه الانصاف اقطار دي بتعمل لي ايه؟ بتقسم لي الدائرة الى اجزاء مختلفة او متساوية، ايا كانت الاجزاء دي ايه. طيب كل جزء من دول بيسمى ايه؟ يسمى قطاع دائري. يبقى إذن ما هو القطاع الدائري؟ هو جزء من سطح دائرة محصور بين نصفي قطرين وقوس. يبقى أنا عندي لو أقرأ كده ألف ميم باء، الجزء ده كده يسمى قطاع دائري. ليه؟ لأن أنا عندي نصف القطر ميم ألف ونصف القطر ميم باء والقوس ما بينهم، يبقى إذن ده يسمى قطاع دائري. تذكر أن قياس الدائرة يساوي 360 درجة، الدائرة كلها على بعض 360 درجة. طب نصف الدائرة 180 درجة. طب ربع الدائرة 90 درجة. ثمن الدائرة 45 درجة. قطاع دائري يمثل نصف الدائرة. يا ترى نصف الدائرة ده شكله ايه؟ ده نصفين قطرين اللي هم عاملين القطر والقوس بينهم، يسمى قطاع دائري يمثل نصف الدائرة. وعندي أيضا قطاع دائري يمثل ربع سطح الدائرة اللي هو عاملي 90 درجة، ونصف الدائرة عاملي 180 درجة. مثال، اشترى هشام وأشرقت وأريش تورتة ثمنها 50 جنيها. دفع هشام 25 جنيها، ودفعت أشرقت 15 جنيها، ودفعت أريج الباقي. قسمت التورتة بمقدار ما دفعه كل منهم. طب بداية أنا محتاجة أعرف أريج دفعت قد إيه علشان أعرف التورتة قسمناها إزاي، وعشان أعرف الرسمة أو جزء كل واحد قد إيه. الحل، ما دفعته أريج هو 50 ناقص 25 زائد 15، يعني 50 ناقص 40 يساوي 10 جنيهات. أحسنتم. طيب أنا محتاجة أعرف جزء كل واحد فيهم كام. طيب هشام دفع كام؟ 25 جنيه. لو أنا قلت 25 على تمن التورتة كلها كام؟ 50، تمام. في الدايرة أو التورتة كلها على شكل الدايرة عبارة عن كام درجة؟ برافو، 360. يبقى إذن 25 على 50 يعتبر نصف التورتة، زاوية القطاع الدائري نصف 360، يبقى 180 درجة. يبقى إذن نصيب هشام نصف التورتة. طيب ونصيب أشرقت دفعت كام؟ 15 على 50، يعني 3 على 10. في التورتة كلها كام؟ 360، يعني نصيبها قد إيه؟
108 درجة. طيب ونصيب أريج 10 على 50 يعني 5، يعني 2 على 10. 2 على 10 في 360 يعني 72. بنقسم الدايرة الأول نصف، وده يبقى نصيب هشام، ونيجي عند النصف الآخر ونقسمه بين أشرقت وأريج ونشوف نصيب كل واحد قد إيه، وبالتالي هيطلع القطاع الدائري هكذا. أتمنى أنكم تكونوا فهمتوا الدرس والوحدة كلها. في انتظار أسئلتكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.